واحد الموضوع مؤرق وحتى واحد فيها ما كيدي فيه الا هو الحق في الحياه والحق في الحياه راه ماشي هو كنقول لك انا في الطريق بموس ولا بجنويه ولا بشاقور والحق في الحياه راه ماشي هو كنغتصب يعني يعني الحريه ديالك ولا شي حاجه بشي سبب من الاسباب لا الحق في الحياه راه هما دوك الكسيد اللي كيوقعوا في, 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 المغرب راه في النار خصنا نعرفوا بان 10 ديال القياطن ديال العزول اللي, دي اللي تيتنصبوا في المغرب بسبب ماذا؟ بسبب ان الناس مساكن ماتوا تحت العجلات ديال كاميو ولا ولا اطروبيل، بمعنى في العام ما بين 3500 حتى 4000 مغربي اللي كيموت في حوادث في حوادث السير، علما ان لو بارك اوتو ديالنا في المغرب يلا فيه 3 مليون ديال 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 الطروبيلات، هذا الرقم يعني قليل، فرنسا فيها 50 مليون ديال ديال السيارات في الاسطول ديالها، ولكن مع ذلك عدد القتلى ديالها ابير كيوصل ل 3000 قاتل في, في السنه. علاش لانه ملي كنجيو نشوفوا بانه يعني في السياره في المغرب يعني كتقتل تقريبا 160 واحد يعني في العام من اصل 100 الف مواطن في حين في فرنسا يعني السياره يلا يعني كتقتل 6 ديال الافراد من اصل 100 الف نسمه في العام يعني الفرق بينه وبين فرنسا 27 مره وهذا رقم يعني يعني مرعب وهنا يعني كيطرح كي يعني السؤال علاش لان الخلل ماشي في السياره كاين الخلل كالكوبار في شي قنت وخاصه انهم ملي كنبداو نتقدموا في تحليل هذه الارقام اشنو كنلقاو؟ كنلقاو بان الثلثين ديال هذه الحوادث دي السير اللي كتوقع في العام كتوقع في الوسط الحضاري في المدن وما تبقى كيوقع في الطرق الكبار في لانتيريور ما بين هذه المدينه أو, او او, تلك وداخل هذه الثلثين ديال المصابين كنلقاو 80% اغلبيتهم راجلون ولا الناس ديال اللي الدراجات العاديه ولا 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 ناريه وهنا المسؤوليه ديال الجماعات 1503 جماعه حضاريه وقرويه في المغرب خاصه الجماعات الحضاريه اللي مغيبه هذا الشابتر ديال الحق في الحياه وضمان يعني السلامه الطرقيه في للمواطنين ديالنا ناخذ عندنا كنموذج ديال الدار اللي هي تقريبا بحدها كيوقع فيها ثلاثه ديال القتل ديالها في النهار ملي كنجيو نشوفوا الميزانيه ديال مدينه الدار البيضاء واش داروا هاد المنتخبين لتخفيف الوطأة ولضمان السلامه ديال او الحق في الحياه لهاد البيضاوه تلقاو يلاه في العام يلا الضربه ذا كتخصص 8 طون ديال الصباغه ديال داكشي اللي كيدار في التشوير الطرقي في العام يعني واحد 8000 كيلو ملي كنعرفوا بانه حنا الكيلو ديال الصباغه ديال الطريق يعني تيسوى تقريبا 28 درهم كنلقاو بان الميزانيه ديال الضربه في العام المخصصه للسلامه الطرقيه لا تتعدى 225000 درهم في السنه اي بمعنى 0.0064 يعني 0.4 الاصفر 64% من الميزانيه ديال الضربه التي تبلغ حوالي 350 مليار ديال السنتيم علما ان ديك 8 طون ديال الصباغه اللي كنشري مدينه الضربه ده. بالكاد يعني تكفي لواحد 320 ولا 330 مدار طرقي في الدار البيضاء علما انه يعني المساحه يعني لا سيرفاس اربانيزي في الدار البيضاء يعني ملي كنحيدو لي شيت وكنحيدوا الديور وكنحيدوا كذا راه تنطيحوا في الطرق وفي الشوارع عندنا واحد 6000 هكتار اللي كاينه في الدار مغيبه تماما من الرادار ديال المسؤولين وهزائد واحد النقطه اخرى وهو انه المرافق ديال القرب مدرسه سبيطار مركز صحي مقاطعه الى اخره كاينه 920 مرافق قرب اللي كاينه في الدار البيضاء ما كاينش حداها حتى شي علامات ولا ما كاينش حداها شي تصوير بمعنى ان المسؤولين كما قلت ما محضرينش هذا الموضوع والافضاء من ذلك هو انه الاحصائيات الاخرى ديال بي دي ديال بلان دي بلاسمون اوربان اش كيبين كيبين بان 75% من التنقلات ديال البيضاوه كلها كتتم على على الرجل ماشي كتتم بالسياره او ب بي... فكيف يعقل ان مدينه 75% من التنقلات ديال السكان ديالها تتم بواسطة الرجلين في حين أن المخططين والمسؤولين والمنتخبين لا يضعون في الميزانية ديالهم ما في 75% كلها تمشي لهذا القطاع ولكن على الأقل تمشي واحد النسبة مهمة لضمان واحد لي بيست سيكلابل لضمان واحد تروطوار مزيان لضمان واحد التشوير طرقي امين لضمان واحد المعايير ديال السلامه الطرقيه تامينا للحق في الحياه لهذ البضاعه وهذا يعني مطلب اللي يكون يعني في الاجنده ديال كل المسؤولين سواء على الاداره الترابيه ولا على الاداره الجماعيه